السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم رضوان فلوكس. اليوم فيديو جديد، فلوك جديد. وفين غنمشيو؟ فين غنمشيو؟ بحيره بن عبيد، يعني اللي في طماريس. الساعه داكشي اللي جيت لقيتو تبدل، والمطلع على هاد البلاصه، هذيك الشجره اللي كنا كنبركو حداها وكنطيبو فيها الشوايه تما واللعيبات. نوريكم شحال طلع عليها الماء، راه غتشوفوا اي حاجه الاخوان، راه ما نخبي عليكم حتى شي حاجه. غنشوف الله يحفظك، الله يعزك الصحة والراحة. هنا كنا كنتلاحوا الحجرة ديالها، راه نوريها لكم، راه المطلع عليها، يعني راه نتوما إلا كنتو شفتو الفيديو اللي درت من قبل غتعرفوا البلاصة كيفاش تبدلات. المهم خليوكم معنا الإخوان. البلاصة اللي كنا كنوقفوا فيها راه ولات عامرة بالماء، يعني وديك البلاصة اللي كنا كنتلاحوا منها راه ما كيعوموا الدراري تما، راه الماء تغطاها. انا غنوريها لكم حتى هي وغنزومي عليها وغتشوفوا الفرق ديال الماء حتى اللي نطلع. ماشي جيت حتى لهنايا وما غندير والو. بيس لكم تحياتي، تشاو. شوفوا معايا حتى اللي نطلع الماء، يعني ديك البلاصه اللي فيها الدراري كنتوا منا، كانت فيها تقريبا واحد 3 متر ونص 4 متر في العلم، ها هي ولات فيها غير متر وشي حاجه، يعني الماء طلع بواحد 2 متر والزياده. المهم كيف ما شفتوا معنا الدراري البلاصه راك الشوكي ولات، يعني اللي بغى يجي راه خاصو يكون اخي معول على شويه ديال التكرفيس، يعني باش تلقى شي بلاصه اللي تعوم فيها مزيان وتلقى كيفاش تسطر راسك. يعني هاد البلايص راه ولاو عارفينهم غير مواليهم، هما اللي طايحين على الكوانات، طايحين على البلايص اللي كيتبحروا فيهم هما بلا ما يلقاو حتى شي مشكل. كنت يا اخي جيتي هنايا اول مره، خاصك تجي وتسول اولا تعرف على شي واحد ود المنطقه وتسولو وتقول له الله يحفظك شي بلاصه زوينه باغي نعوم، يعني باش يوريك هو البلاصه اللي مامنه فين تعوم. يعني راه بزاف د البلايص كاينين ولكن راه الريسك. ونخليوكم معنا، غادي نمشي غنضرب بشي تلاحيات دابا. تحياتي ليكم وبيس ليكم، وراه كنموت عليكم كاملين. بيس سير تاستي. راه انت واش مفكرش كاين هذا انت شفتيها كرش؟ لا اي سولو جاش عشيري ناس ولا جاش عاوشة مشي نادي هذا شمع التلاحية ايه نادي ولكن ما مشيش على راه مشي شوية هاو دابا راه اللي كيضحك هو السخرة خاصك تبيع هذا تبقى مسرع عشيري كي درت وما جيتش وتلاحيت بحال وقفت ضروري ما كتلعق فيه بسرعة ما طلعش من هنا من هنا واحد الصخرة حياة سعيدة الخوت بيس ليكم هانتوما الاخوان العشيرة هو غيتلاح راس اجا الحياة تلاحت انت يلا سير جات رجع كرش هذه ما تلاحظش مزيان كاع لا لا حنا كنتشمشوا شويه ديال الفيتامين دي مع هذه المايه الزرقاء اللهم بارك هانتوما الطبيعه كلشي الحمد لله كلشي زوين كلشي ناشط دابا 5:30 ديال العشيه حنا درنا الديبار حتى الرابعة جينا هنا بميطرات حقنا درنا شحال من حاجة وعملنا تلاقينا بواحد الإخوان رايحين هنا بركنا حداهم خلقنا السعادة طيبين الإخوان الطاجين هانتوما اللهم بارك هانتوما الطواجين ديال اللحم تبارك الله والصلاة على النبي
كلشي كلشي اللهم بارك. الخرجه كتبدا من والو وكتكمل بشي حاجه زوينه ديال بصح الحمد لله. وكنتمنى الدراري ما كاين ما يدار خرج خلقها ضحك ان شاء الله دوز الوقت الصيف هذا بروفيتي شويه باش البداية ديال العام تبريبار واش غتقرا واش غتخدم واش غدير شي حاجه اخرى. تحياتي ليكم كنبغيكم كاملين ما تزقلوا معايا حتى شي لقطه والو. خسروش لينا في اي حاجه معانا. تحياتي انا تهلا هادي طاو هادي يرجع هاديك يا شيري راه شويه عليك هو جرات شي طيب اخوان كلشي عام كلشي ناشط الحمد لله. انا صور لي الطاجين والخوش شوف الحوايجين كيفاش دايرين طبيعه بعد الطبيعه هي الاولى طبيعه اه الحياة الطاجين هذا شنو هو؟ الطاجين فاشين هو سانك 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 الحمد لله. أول شي مساح لي شتي ايوا ها انتوما الطاجين كيطيب القرعة ديال سيدي علي صوت عليه طيب رضوان صوت عليه طيب بسم الله اللهم بارك خير ديال الله هذا الشيء تبارك الله سد سد الحماش غيهربوا يسكر داك الشيء تمساح غير براسو يحرق اللحم هذا سخناء والله الا كلشي زوين الحمد لله. هاد الخوت هادو خارقين معاهم السعادة اللهم بارك. نتمنى هاد النهار يدوز زوين عند الجميع هادشي اللي كاين الدراري. حنا دوزنا معاكم وقيته زوينة وتبحرنا وشفنا ضربنا الطاجين والحمد لله كلشي داز بخير على عشرانا هما تا هما يقول لكم كلمة ديالهم. مرحبا بكم هنايا تجيو تبدلوا الجو وخليني من البحر ولا كداش بلاصه هنا حاجه اخرى واخا يعني ما تبانش في الكاميرا خاصك تجي تشوفها خاص المهم حنا المهم حنا كنديروا المستحيل باش بنادم يعرف اشنو كاين. صراحه عبد الرحمن كنتحدى اي واحد يجي لهاد البلاصه هادي ويشوفها نقول لك حقا ما عجبتني صراحه. والله كنشكر رضوان بزاف بزاف جابنا لهاد البلاصه هادي مرحبا والله تحياتي ليه يا مرحبا بلاصه زوينه تبارك الله وديال الاخوان فهمتيني ماشي ديال
داك الهيلالا والضجيج صراحه بلايصه نقيه وفيها بنادم نقيه وقليل. الشوط تلاقينا مع الدراري زوينين طيبين طاجين خلقنا معاهم السعاده فيها الضحك تبارك الله زوينه ومايها نقيه وزوينه تبارك الله يعني جو في السر ولا جو في السر وحق الله صراحه عشان تحيه رضوان بزاف ما شاء الله كوان هذا وزوان وحق الله شكرا شكرا تحيه لكم اخوتي كاملين المغاربه اون جينيرال داخل الوطن وخارج الوطن تحيه لكم كاملين العز شوفوا معايا ما ورائي الدنيا ناضيه شو الدراري كيعوموا تما بنادم اللي ما بغاش يجي وصافي المهم ان شاء الله اللي يفرض راسكم الاخوان فيس ليكم تحياتي الى فيديو اخر ان شاء الله كنبغيكم كاملين تشاو تهلا وليا في ريوسكم باي يلا خد شيخ بيزار دوان خد شيخ بيزار دوان وين واحد دي كاس من المحراش شو شي كلمه زوينه اخويا هي حضره كاريت هي حضره كاريت المجرمين خوت احنا كنضربوا في الخبز حرفي دابا ضربنا راه ديما ديما نحيدو معنا البرد دابا الخبز سخون مليح تبحرنا دوزنا وقيشه زوينه ان شاء الله ليا فريوسكم ان شاء الله تشاو